كما نتابع مع حضراتكم الآن، توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقبال ضيف مصر الكريم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي يأتي إلى مصر في زيارة عمل من أجل تعزيز أواصر التعاون فيما بين البلدين والدولتين الشقيقتين والشعبين الشقيقين أيضا. استندت العلاقات بين البلدين على أسس الشراكة الاستراتيجية ذلك التاريخ، ويسجل للشيخ زايد أنه الرجل الذي غرس التوجه نحو مصر بكل الحب والتقدير، وتعهد العلاقات المصرية الإماراتية بالرعاية والعناية، فنتج عن هذا الأمر علاقات بالغة التميز والخصوصية بين مصر والإمارات العربية المتحدة، إذ تحرص الدولتان على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة. مع حضراتكم الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يصطحب ضيف مصر الكريم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. إذن فما يدور حولنا الآن في المنطقة يتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها. وشهدت السنوات الأخيرة تنسيقا وثيقا بين الدولتين تجاه القضايا الرئيسية مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية أيضا والسورية، فهناك تقارب في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية. وشكلت العلاقات المصرية الإماراتية نموذجا متميزا يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب، إذ يجمع البلدين الشقيقين روابط تاريخية أثمرت على مدى نصف قرن عن ترابط وتوافق في جميع المواقف.